هذا في المنزل حاليا. طبعا استأذننا من مواطن ان نصور واعطانا الاذن، وهذا الحاله. شوف لاحظوني، شوف كيف تجمعات. بعد داخل روح في ثيابنا، هاي ملابسنا شبابه. محدثكم معمر البدري من قبل الحدث. منزل احد المواطنين في منطقة الرميس العامرة. هذا الشجرة كلها راحت. في المنزلة منزل المواطن. مفتاح ايوه عندي. ايوه عندي. أول شو حاشرنا كده؟ إن شاء الله. الله يعينكم والله، الله يعينكم. هذا منزل أحد المواطنين. إيه هذا بيتي. في العامرة. داخل عندهم في البيت. هذا في المنزل حاليا. طبعا استأذننا من مواطن إن نصور. وأعطانا الأذن. وهذا الحالة. شوف لاحظوني. شوف كيف التجمعات. بعد داخل روح. في ثيابنا، هاي ملابسنا شبابه. محدثكم معمر البدري من قبل الحدث.